عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الإنتاجي مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط، مع المقطع الأول الأفات الاجتماعية مع تحضير النص بحق المنطوق السكير والملاك. نبدأ الآن بقراءة النص ثم نجيب عن الأسئلة الآتية. شاهدته لأول مرة وقد كان جالسا على مقربة من إدارة المدرسة، جالسا في هدوء وسكون وعيناه تجرفان الدموع. أدهشني أمره وكأنه انتبه لما أنا فيه من الدهشة والحيرة، فابتدأني قائلا: أنا والد حورية. قلت: نعم، مرحبا بك. قال وهو مستنصر في البكاء: هل يجوز لمن كانت له ابنة مثل حورية تدرس العلم الشريف أن يشرب الخمر؟ حرت في الجواب وعلمت أنني أمام رجل مخمور، وإن لم ينظر الجواب بالاستفسار يتكلم بصوت متقطع يشبه البكاء والنحيب. كيف أقابلها؟ هل أجرؤ على مقابلتها، رؤيتها ومقابلتها في هذه الحالة اللعينة؟ لا لا أستطيع، أن أنس الطاهرة بيدي مجلسة. ما أشقاني وما أتعسني، إني لا أقوى على تحمل نظرتها الطاهرة المقدسة، وأنا كالخنزير تفوح من فمي رائحة الخمور. أخذت أشف عن آلامه وأهون عليه خطبة، ودعوته للانصراف إلى منزله ما دام لا يرغب في رؤية ابنته وهو على هذه الحالة. وعدته بتكليف أحد التلاميذ الكبار بمرافقتها، فما عليه إلا أن يكلف من يستقبلها من جيرته ودويه. وصاح رجل قائلا: لا لا، إني لا أطمئن عليها وهي برفقة التلميذ، إني أخشى عليها من السيارات، وما كان مني إلا طمأنته ووعدته بمرافقتها بنفسي إلى المنزل. التعريف بالكاد: أحمد رضا حوحو ولد يوم 15 ديسمبر 1910 ميلادي بقرية سيدي عقبة ببسكرة. يعتبر رواد الكلمة الشجاعة التي كانت تختال من طرف المستعمر الفرنسي آنذاك لكونها دعوة إلى ثورة الشعب ويقظة الجماهير. عرف عن أحمد رضا حوحو الجرأة والصراحة والدعوة إلى التمسك بالشخصية الوطنية في الوقت الذي عمل فيه المستعمر على فرض اللغة الفرنسية على الساحة الجزائرية. أسئلة الفهم: ما هو الأمر الذي أدهش الكاتب؟ الأمر الذي أدهش الكاتب هو مشاهدته رجلا جالسا في هدوء وسكون وعيناه تدرفان الدموع وعيناه تدرفان الدموع. ما الذي أبكى والد التلميذة حورية؟ الذي أبكى والد التلميذة حورية هو حالته المزرية التي أساء بها لبنته وسمعتها. كيف عرف الكاتب أنه أمام رجل مخمور؟ عرف الكاتب أنه أمام رجل مخمور من كلام والد حورية. كيف استطاع أن يطمئن الرجل على ابنته؟ استطاع أن يطمئن الرجل على ابنته من كلام والد حورية. انقل الجدول المقابل على كراسك ثم املأ خانته من النص المسموع. ابتدرني قائلا: أنا والد حورية. قلت: نعم، مرحبا بك. قال: هل يجوز لمن كان له ابنة مثل حورية تدرس العلم الشريف أن يشرب الخمر؟ استرسل في الكلام. كيف أقابلها؟ هل أجرؤ على رؤيتها ومقابلتها في هذه الحالة اللعينة؟ لا لا أستطيع، أن ألمس الطاهرة بيدي النجسة. ما أشقاني وما أتعسني، إني لا أقوى على تحمل نظرتها الطاهرة المقدسة، وأنا كالخنزير تفوح من فمي رائحة الخمور. تأمل الصورة التالية ثم أجب عن السؤال: هل ترى الرجل أبا الفتاة خيرا أم شريرا؟ أرى الرجل أبا الفتاة يعصي الله، لكنه يريد أن يتوب ويسعد نفسه وابنته. شرح المفردات: تدرفان، تسيلان بالدموع، حرت، اندهشت، يشب، يخالطه، ابتدمني، سبقني. الفكرة العامة: الحالة المزرية لأب سكير مخمور محب لابنته حريص عليها. الأفكار الأساسية الفكرة الأولى
الفكرة الأولى حديث الكاتب عن لقائه بالرجل السكير. الفكرة الثانية الرجل السكير يعرف بنفسه ويندم على فعله. الفكرة الثالثة طمأنة الكاتب الرجل على ابنته. المغزى العام الخمر أم الخبائث، سم يشرب وعقل يسلب ومال وصحة تذهب. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.